نخلي. اذا فخامة الرئيس ميشيل عون وصل في هذه الاثناء وهو يترجل من سيارته وسط مراسم الاستقبال. نسمع 21 طلقة، الطلقة الأولى بدأت حاليا، طلقة المدفعية الخلابية، إذا هذه أيضا الطلقة الثانية، وبالتالي عندما يترجل سوف يتوجه نحو العلم، وبعدها يتم عزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، ويستعرض رئيس الجمهورية كتيبة من لواء الحرس الجمهوري. إذا طلقات المدفعية تطلق في هذه الأثناء، وأيضا لحن التعظيم والنشيد الوطني، إضافة إلى صفارات البواخر التي سوف تطلق بالتزامن أيضا مع إطلاق 21 طلقة مدفعية خلابية. بعد النشيد الوطني واللحن التعظيم سيستعرض العماد ميشيل عون كتيبة من الحرس لواء الحرس الجمهوري، سوف يصافح كبار المسؤولين الذين سيكونون أيضا في استقباله، وكما قلنا وأشرنا بأن العائلة كانت قد وصلت إلى القصر الجمهوري قبل وصوله بحوالي الربع ساعة، الوزير جبران باشير وشام الروسي وجميع أركان العائلة هنا في القصر الجمهوري. إذا بعد استعراض الكتيبة من الحرس سيصافح كما قلنا كبار الموظفين الذين سيكونون باستقباله، وبعد ذلك يسير بين صفين من الرماحة إلى صالون السفراء حيث يجلس على كرسي الرئاسة. إذا كما نسمع وبعدها النشيد الوطني اللبناني. في هذه الأثناء يدخل العماد ميشيل عون إلى البهو الداخلي للقصر باتجاه قاعة السفراء، حيث سوف يدخل إلى هذه القاعة التي جهزت بالكامل بعد فترة الشغور التي دامت سنتان ونصف، وبعد ذلك سوف يجلس على كرسي الرئاسة، وسوف يكون له أيضا في الداخل الصور التذكارية. إذا الصور التذكارية ستكون في الداخل لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون.
وبعدها من قلب القاعة قاعة السفراء سوف هناك باب أساسي يصله أيضا بالمكتب مكتب الرئاسة، حيث هناك سوف يتقلد وسامان في هذا الإطار. وبالتالي كما قلنا بما أن الشهور كان لمدة حوالي سنتين ونصف، ليس هناك من يقلد العماد ميشيل عون هذان الوسامان، وبالتالي